شركة الكهرباء، الكهرباء عندنا في المنطقة بعيدة. ايوه شركة الكهرباء اقترحت علينا لما عملنا شكوى، قالوا وفروا لنا أرض وهيجيبوا لنا نحول الأرض دي في حدود 5 في 5 متر، هما قالوا ربع راس يعني نفس الموضوع. فبندور ما لقيناش أرض في مكان رئيسي تاخد المحاول ده. ففي مسجد عندنا في مدخل كبير قوي، تمام؟ صح، اللي قائم على إنشاء المسجد، المسجد ده لسه تحت الإنشاء، يعني هو تم اتصرف فيه كل حاجة ولسه ما اتشطبش وكده يعني. فصاحب المسجد اقترح علينا إن هو يقطع جزء 5 متر في 5 متر من مدخل المسجد اللي هو ممر المصلين للوصول للساحة اللي فيها يعني، ومن الفلوس اللي كانت هتتلم وبتدفع في الأرض بتدفع في المسجد يتم التشكيل فيها وكده. قلنا لسه الأول من الناحية الشرعية. هو ليست المشكلة فيما ذكر فقط، المشكلة أن وجود المحول في هذا المكان أذى للمسجد، أذى للمسجد. فأنصحكم أن تتركوا المسجد كما هو، واشتروا ولتشتروا قوموا بشراء أي قطعة أرض بعيدة عن المسجد للمحول، حتى لا يؤذي المحول المسجد بصوته وبخطورته. فاتركوا المسجد كما هو، وربي سبحانه سيسهل له من يقوم بأمره، سيسهل للمسجد من يقوم بأمره. ولا تقتطعوا من أرض المسجد شيئا لمحول الكهرباء بما يعود بالضرر والخطورة على المصلين أو الإزعاج على المصلين، والله أعلم.